برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر ثورة حقيقية كتكرس الدولة الاجتماعية بالمغرب. الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج هي 25 مليار درهم في 2024 و 29 مليار درهم في 2026. هذا الدعم الاجتماعي المباشر كيضم ثلاثة إجراءات أساسية: دعم مباشر للأسر اللي عندها وليدات، دعم مباشر للأسر المستهدفة اللي ما عندهاش وليدات أو سنهم أكثر من 21 سنة ومنحة الولادة. كل طفل من الخلوق حتى يبلغ 5 سنين غياخد دعم ديال 200 درهم شهريا ابتداء من 30 نوفمبر 2023 وطيلة سنة 2024، ومن بعد غياخد 250 درهم شهريا سنة 2025، وغيرتفع هاد الدعم إلى 300 درهم شهريا ابتداء من 2026. الأسر اللي عندها أكثر من 3 الأطفال غتاخد دعم شهري ديال 36 درهم للطفل الرابع والخامس والسادس. الوليدات اللي في وضعية إعاقة غياخدوا دعم ديال 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026. بالنسبة للوليدات ديال النساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج دعم، الدولة غتواصل دعمهم 350 درهم شهريا على كل طفل إلى غاية نهاية 2024، ثم 375 درهم شهريا على كل طفل سنة 2025، 400 درهم شهريا على كل طفل ابتداء من سنة 2026. الأسر اللي ما عندهاش وليدات أو سن ديالهم أكثر من 21 سنة، خاصة الأسر اللي كتعيل المسنين، غتستافد من 500 درهم شهريا، هادشي ابتداء من الأخر ديال دوجنبر 2023. هاد الدعم المباشر يمكن يفوت 1000 درهم شهريا على حسب التركيبة ديال كل أسرة. في الأسرة اللي عندها ولد واحد غتاخد 500 درهم شهريا ابتداء من الأخر ديال دوجنبر 2023، والأسرة اللي عندها جوج وليدات كيقراو غتاخد 500 درهم شهريا ابتداء من الأخر ديال هاد العام و600 درهم في الشهر ابتداء من 2026. الأرملة أو المرأة اللي توفى لها الزوج غتاخد دعم شهري ديال 500 درهم إلا كان عندها طفل واحد غتوصل بها ابتداء من الأخر ديال هاد العام، وإلا كانوا عندها جوج ديال الوليدات غتاخد 700 درهم في 2024 و800 درهم ابتداء من 2026. إلا كانوا ثلاثة الوليدات غتاخد 1050 درهم سنة 2024 و1200 درهم ابتداء من 2026. كل أسرة مغربية غتستافد من 2000 درهم في الولادة الأولى و1000 درهم في الزيادة الثانية. هذا البرنامج اللي جاب إجراءات تاريخية غادي يمكن 60% من الأسر اللي ما عندهاش الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري. بعد ما يبدأ صرف هذه الإعانات المباشرة ابتداء من دوجنبر 2023، الحكومة غادي تخصص الهامش الناتج عن تقليص الدعم المقاصة ما بين 2024 و2026 باش تمول إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.